بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن نصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما صلى عليه الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملء من لم يصلي عليه الأولون والآخرون. كان إمام الشافعي دائما يحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطرق. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة، وهي فن التغافل بين الزوجين. فن التغافل ده فن جميل جدا، وفي حاجات عظيمة جدا إن احنا ممكن نعملها في بيوتنا. ازاي نتغاضى عن المشاكل، وازاي نبعد عن الزلات، وازاي ما نحطش في نفسنا ودايما يبقى بينا مشاكل وزعل وخناقات، وازاي نخلي بينا دايما فجوة حب ومودة ولطف، ازاي من مش كل مشكلة وكل كلمة تتقال نشيل في قلوبنا. خليكم معايا ويلا بينا. أهم حاجة ما تنسيش الاشتراك. لو كنت جديدة معايا ما تنسيش الاشتراك وتحط لايك بمثابة شكر ليا عشان قناتي تكبر بيكم. ومشكرة جدا على كل من بيدعمني. فن التغافل مهم جدا جدا، ولكن في أشياء كتيرة ما ينفعش الواحد يتغافل عنها. هحكي لكم قصة جميلة جدا. زوجين بين وبين بعض حب وود ووئام، وبيحب بعض جدا، وكل ما بينهم إلا رحمة ولطف. فالزوج بعد ما تزوج الزوجة لقاها وهي بتاكل السلطة بتعمل صوت جامد بيزعجه جدا منها وهي بتاكل. فصوت قرقشة السلطة دي بتزعج الزوج جدا. فالزوج جدا اتضايق وحب يتغافل وما يتكلمش معاها عشان ما يحرجهاش ويضايقها على الموضوع ده. فقال انا خلاص مش هاكل معاها، وهكلمها واقول لها وقت الغداء ان هي تتغدى قبليه. فالزوجة قال لها الكلمتين دول وقال لها اتغدي، انا ايه مش هقدر اتغدى. قلت له ابدا، احنا لسه متجوزين وانا اتعودت ان اتغدى معاك، مش هقدر اكل الا لما انت تيجي. فصارت ان هي تفضل مستنيها على الغدا عشان ياكل معاها. فكان لازم تبدا بالصلاه الاول، وهو كان بيتغاظ وبيتنرفز جدا. كل يوم يعمل لها عذر شكل. مره يقول لها طب انا اتغديت، اتغدي انتي. ومرة تاني يقول لها لا انا خلاص انا صايم النهاردة. فصارت ان هي كمان بقت تصوم معاه. ومرة يقول لها طب انا مش هقدر اجي، كلي انتي، انا مش هقدر اكل معاكي. ففي كل مرة يعمل حيلة، الحيلة ديت ما تنفعش ايه معاه. فكل مرة هو يصوم هي تصوم، يقول لها مش هياكل ما تاكلش، وما يقول لها مش. فصارت الزوجة بقى تشك وزعلانة ومتضايقة، هو انت اتجوزت عليا، هو انت بقى ليك بيت تاني، فهو انت بقى ايه اللي حصل بالظبط. يعني صارت بقى المشكلة بدل ما هي كانت صغيرة بقت مشكلة كبيرة وتدفقة. فقال لها يا بنت الحلال انا ما بحبش الصوت في وانت بتاكلي السلطه، وبتضايق جدا عشان انت بتاكلي السلطه، مش حابب احرجك. قلت له يعني انت تقعد 5 شهور وست شهور ما ترضاش تاكل في البيت عشان السلطه؟ ما تقول لي كده يا عم، وانا ايه، انا كنت حليت السلطه. فهو والمشكله صارت من مشكله صغيره الى مشكله كبيره. فهو ده ما ينفعش التغافل في حاجه زي كده، ممكن تتحل. ممكن مثلا انت بتحبي يعني ناس كتير جدا بتتضايق من الاصوات بتاعه الاكل ديت. فلما انت تعرفي زوجك ان انت مثلا مش بتحبي الحاجه ديت، هو هيحترمك وهيوقرك ان انت مش بتحبي الحاجه دي، فهيقتلع عنها. وهكذا هي هذه الحياه. فن التغافل، مفيش بيت في الدنيا بيخلو من المشاكل، مفيش بيت في الدنيا ما فيش بينه مناقشات وشد وجذب. الشد والجذب ده عامل زي الملح والشطه، بس الشطه لو زادت قوي قوي في الاكل بتكون حراقه جدا، بيبقى لهاش طعم، وبيبقى الاكل ملوش اي طعم. احسن حاجه اللي هو الاعتدال، اعتدال في فن التغافل. بنيجي قصة تانية جميلة. برضو كل زوجين بيحب بعض، راحوا العائلة بينهم وبين بعض كلام. فالزوج هزر شوية في الهزار وقال لها كلمة كده ضايقتها. فراحت هي فضلت ماسكة الكلمة وزعلانة ومتضايقة، انت ازاي تحرجني في وسط اهلي، ازاي تقولي الكلمة ديت، انا متضايقة، انا زعلانة. وفضلت مخصمة باليوم الاثنين وثلاثة. فدوت ما ينفعش. ممكن نتغافل عن حاجة بسيطة زي ديت، وممكن نعدي الموضوع ده عشان يبقى الحب والود والوئام بيننا وبين بعض يكون سهل.
هو ده فن التغافل. فن التغافل نتغافل عن حاجة ممكن تتصلح بسرعة، نتغافل عن كلمة اتقالت عشان تعدي الأمور وتبقى سهلة، نتغافل عن حاجة ممكن تكون الدنيا سهلة بسيطة. ابنك مثلا حب يهزر معاكي زي ما بيشوف صحابه بيهزروا مع مامته، فبيهزر معاكي بهزار تقيل وانتي مش مربية أولادك على الموضوع ده، فالولد هزر بهزار تقيل ويعني بلغ حده، تعملي له ايه؟ تجرحيه قدام اصحابه انت.